قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة خصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا صدق الله العظيم.
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي
الصلاة سنة قبل الجمعة رحمكم الله يا الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. المسلمين رحمكم الله قد ورد في الحبر أن سيد البشر وشفيع أمتي في يوم المحشر سيد الأشراف ومتمم مكارم الأحلاك والأوصاف سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أنه كان صعيد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتكلم نهدكم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا صواب جمعة له أنستوا رحكم الله فاستمعوا غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولأستاذينا ولأستاذيكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه وعباد الله الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, we're very honored to have amongst us our respected Sheikh Muhammad Mahi Al-Sisi, Hafidhahullah Ta'ala, from Senegal. We welcome our respected and esteemed Sheikh and the delegation of the Sheikh that has arrived from Senegal. The Sheikh will be for some time in South Africa, inshallah. We wish our respected Sheikh and his family and delegation a comfortable and restful stay in South Africa. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala allow them to continue for many more years, inshallah, ameen. And we also wish them a comfortable and safe return, inshallah. Our respected Sheikh Fakhruddin Uwaisi Al-Madani, Hafidhahullah Ta'ala, of the International Peace College of South Africa, will officially introduce the Sheikh, inshallah. Before we hand over, brothers, just a reminder, please, the windows need to be opened at all times. Please open the windows on the sides of the masjid. I see that some of the windows are still closed. Please open the windows so that we can have enough ventilation, inshallah. At the same time, ensure that you are adhering to the COVID protocols. Jazakumullahu khairan. Just a reminder as well that the SAF goes up maintenance collection to be carried out in aid of Masjid funds. Please donate generously. I'll now hand over to our respected Sheikh Fakhruddin. Falatafaddal mashkura. Nari takbir. Nari risala. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Honorable brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm here to introduce the honorable guest of this masjid. So I would like to thank, as a murid of the Sheikh, I would like to thank the masjid committee and the imams of the masjid, Habibiya Sufi Mosque, for giving us this opportunity, for hosting Sheikh for Salatul Jum'ah here this afternoon. So we appreciate that, and we thank the imamat and the committee of Masjid al-Habibiya for that. Barakallahu fikum. May this masjid remain a bastion of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, of tasawwuf, of the awliya and the salihin. Alhamdulillah. The masjid was built by a great Sufi, and it remains a center for the knowledge of tasawwuf and the knowledge of Sufism and the spiritual part of Islam. And may it always remain so. Ameen ya Rabbal Alameen. So I thank them as a murid of the Sheikh. At the same time, as a musalli of this masjid, I would like to welcome Sheikh to this masjid and all his murids on behalf of the masjid as well. And the imamat, as Maulana Luqman requested, we welcome Sayyidi Fadilat al-Sheikh al-Arif Billah, al-Murabbi al-Kabir, wal-Imam al-Shahir, al-Sheikh Muhammad al-Mahi Sisi. I welcome him to Habibiya Sufi Mosque. This is one of the largest and most influential masjids in Cape Town, a masjid with great history of service to Islam and deen, with a glorious history. So the masjid is honored today also to host a great man like Sheikh Muhammad Al-Mahi Sisi. Who is Sheikh Muhammad Al-Mahi Sisi? Sheikh Muhammad Al-Mahi Sisi is one of the most renowned Islamic scholars to Allah, shuyukh of the tariqah throughout the African continent and beyond. Sheikh has millions of murids and admirers. Sheikh hails from the land of Senegal, which is a country with a great history of Islam and awliya and salihin. Sheikh also hails from a very illustrious family of ulama and awliya.
Sheikh's father was a complete alim and wali of Allah, Sayyidi Ali Sisi. Sheikh's grandfather, Sheikh al-Islam, Sheikh Ibrahim Niyas radiallahu an, was considered the greatest Islamic scholar of Africa in the 20th century. Great-grandfather, Al-Hajj Abdullah Niyas, was one of the great mujahideen who fought against French colonialism at the time of colonialism in Senegal and West Africa. So it's a great lineage of people who have served the Quran, served the deen. One of the great historians at that time wrote that had the shuyukh of the, had the French colonialists not stopped the shuyukh of the Tariqa Tijaniya, they would have converted the whole of Africa to Islam. So that is what a historian wrote, that if the French colonialists didn't come at that time and stop the shuyukh of this tariqa, they would have converted the whole of Africa to Islam. So it's a very great history. Sheikh comes from that background. But Sheikh himself is walking in the footsteps of those great ulama. Sheikh was born in Senegal in 1964, and he studied there with his father and grandfather, memorized the Quran in Mauritania with the great shuyukh there. Thereafter, he went to study at the Azhar, graduated from the Azhar University in 1990, and since then, he has been teaching and guiding and traveling for the sake of Allah around the world. He has murids in more than 40 countries who benefit from him. He runs the African American Islamic Institute in Senegal, where children, hundreds of children of the slaves who were stolen from Africa, but more importantly, their deen was stolen from them when they were taken to America. Today, they are rising up and coming back to their roots, to Islam. Those children, Sheikh is the one that makes sure that they come back to Senegal and they learn the Quran, they learn the deen, they learn Islam, so that when they go back to the USA, they can spread the deen amongst the African nation there who were enslaved and oppressed for 400 years. So Sheikh is playing a very big role in the da'wah of Islam, well known in Makkah and Medina as well amongst the ulama and the scholars there. Recently, Sheikh was in Sudan, where he was not only called to visit the millions of murids that are there, but he was called to make peace in the region of Darfur, where there was a civil war going on for a long time. And what the politicians could not solve, the Sheikh and the people of Tariqa solved when they went there and they made nasiha to all the people to make peace and make sulh, and the conflict of 10 years stopped because of that. And you can Google that and you can check it up on the internet and YouTube and so on. So alhamdulillah, this is Sheikh's second visit to Cape Town. Before him, of course, his elder brother and mentor, Maulana Sheikh Hassan Sisi radiallahu anhu, visited Cape Town twice as well and benefited a lot of people here. So we are honored to have a great scholar like this address us today. Let us, inshallah, benefit from his words and learn from his nasiha, inshallah. And without any further ado, I will call upon Sheikh to come and give us and deliver this nasiha for the Jum'ah, inshallah. فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Brothers and sisters in Islam, we are very honored to be here with our brothers and sisters in Islam in this blessed day, the best of all the days, the day of Yawm al-Jum'ah. خير يوم طلعت فيه الشمس. We thank Allah who created us and bless us, make us among the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are the best
Ummah. Allah Tabarak wa Ta'ala said, Kuntum khayra ummati. Ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'rufi. Wa tanhawna anil munkari. Wa tu'minuna billah. You are the best nations that Allah has brought to mankind. You ask people to do what is good. You forbid them to do what is forbidden. Wa tu'minuna billah, and you believe in Allah tabarak wa ta'ala. We are not the ummah that's claimed that we are the best because our roots, because our language, because of our lineage, because our colors, because of our riches, because of our knowledge, but because of these three things that Allah mentioned in the ayah. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Believe in Allah تبارك وتعالى and advise for good and advise to stop doing the wrong things. As what Allah said also in Surah Al-Asr, this surah that Sahaba to Rasulullah صلى الله عليه وسلم they use whenever they gathering before they leave the gathering, they will read Surah Al-Asr. Just to remind everybody how to be safe. Because Allah said, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah swear on Asr time. Some of the ulama, they say he swear on time. Some of the muhaqqiqin, they said Allah swear on the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's the best of the times. Of course, Salat al-Asr also is the best salat. Hafizu ala salati, al-salati al-wusta, wa qumu lillahi. Salat al-wusta is Salat al-Asr. Allah command to make salat, to keep making salat. And after that, he mentioned Salat al-Wusta to show how important that salat. Wal-Asr inna al-insana lafi khusr. All, indeed, human beings are losers. Except those who believe in Allah, tabarak. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا those who believe in Allah تبارك وتعالى وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ they make the fara'id النوافل وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ they advise for truth they advise to have patience. You know, patience is very important for your ibadah. Without patience, you can't even come to make salat. Because you have some other thing calling you to do. Without patience, you can't wake up in the fajr time to make wudu. Practically in this time when it's very cold. But with patience, with iman, you can do all of this. That's why all the ibadah can be limited. But people who have patience, their reward is not limited. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Those who have patience, Allah will pay them, give them the reward without any limits. جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. But patience without any limit. You need patience to accept the qadar of Allah tabarak wa ta'ala. When Allah
test you with something that you don't like, you have to have patience. If you have patience, Allah be with you. Inna Allaha ma'as sabirin. Only this is enough for you to exercise patience. You need patience to follow the orders. You need patience to avoid the forbidden. This is three kinds of patience. Patience to accept Allah's decision, either you like it or not. Patient to follow Allah, patient to not deny Allah tabaraka wa ta'ala. This is sub. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. Paradise, what is surrounded the paradise, in all is all what your nafs, your desire doesn't like. How you pass to this that your desire doesn't like, you need patience. But all is surrounded, the hellfire is what your desires like. To avoid it, you need patience. So for you to have Jannah, you need patience. For you to deal with your brothers in a nice way, even if you make mistake, you need patience. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Without patience, you can't forget your brother when he do mistakes. You say Ali Zain al-Abidin. One time, helping him to make wudu. They were hurt by the settler that was hurt. Right away, the boy looked at him and said, "We'll tell him in al-ghayr." Then Zain al-Abidin said, "Well, that means he forgives him." Then the boy said, "Wallahu yuhibbul muhsinin." He said, "I free you for the sake of Allah." Without patience, you can't do something like this. Sayyidina al-Hasan ibn Ali, ibn Talib, karramallahu wajhahu. Hard words. Nothing but person can say about Sayyidina al-Hasan. Sayyidu shabab ahli jannah. Walidatu, his mother, Sayyidatu nisa al-alamin. Walidu, Sayyidina Ali, Sayyidu al-Arab. Jadduhu maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu walad Adam. But with his actions, he gave proof that he come from this light. From these good parents, when they walk until they close to the jama'ah, to the people, Sayyidina al-Hasan said to him, "Now finish all the bad things you have before we close to the jama'ah, because I don't want them to hurt you." He said, "Now I witness that you are from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam." We have to learn from that how to prove that we are ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman billahi tabarak wa ta'ala is the foundation that all the good things that you're looking for, your iman is the foundation of that. Best of the gift after being among the creation is your iman. Without iman, you can't be among the awliya of Allah tabarak wa ta'ala. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumati.
When we said, Allah waliyu alladhina amanu, your wali is your friend. If you come to be friend of Allah, your dunya is good and your afterlife also will be good. And what make you among those al-Iman? Allah waliyu alladhina amanu. Yukhrijuhum min al-zulumati ila nur. He will take them from darkness to the light. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَهُمُ التَّاغُوتِ. Imam Ahmad said, anything that you worship that is not Allah, that is taghut. Allah says in another ayah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Whoever deny taghut and believe in Allah tabarak wa ta'ala, those are the people who hold the rope of Allah tabarak wa ta'ala. Without iman, you cannot be among the awliya, you cannot be among the salihin, you cannot be among the anbiya, you cannot be among the mursaleen. The mursal, the nabi, is not nabi without iman. The malaika al-muqarrabuna, they are not muqarrabuna without iman. And your iman increase and decrease. What increase your iman is your good deed. What decrease your iman? Your bad deed. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. Even a person who making zina, adultery, he cannot do it when he is mu'min. Even if the mu'min doing it that particular time is not with his iman. If it was his iman, he cannot do it. The sariq, the time he taking what is not belong to him, his iman he left him. The sharib al-khamb, who drinking wine that particular time, is not mu'min. So your iman is your foundation for everything. Iman will protect you from harming your brothers. Like what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-imanu qaydul fatki. Iman will take you away from killing. If you are really mu'min, you not kill anything except one enemy. Is your real enemy is your nafs. Is your real enemy, it's your nafs. If you want to fight your nafs. If you want to kill your nafs, because this is the real enemy who want to make itself Allah. فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Do you see who take his desire like his Lord? Allah take him astray. Because with knowledge, even with knowledge, if you follow your nafs, you will leave the right path. So with iman, you have all this barakah. With iman, you be among the awliya Allah, that people, they think they are not people like people. Allah mentioned who are the awliya of Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu. First, alladhina amanu. Awliya of Allah, tabarak wa ta'ala, they don't afraid in this life and afterlife. Who are the awliya Allah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Those who believe in Allah tabarak wa ta'ala and they fear Allah tabarak wa ta'ala. Taqwa to come after iman. You avoid the bad things, you follow the order of Allah tabarak wa ta'ala, then you come to be among the muttaqin. That Imam Abu Hanifa said,
إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله من ولي. If the ulama, the scholars who base their action on their knowledge, if they are not awliya, that means Allah has no wali. And people now, they think the time of awliya Allah is finished. There are people you know long time ago. But ummat Muhammadin, al-khayru fi ummat Muhammadin, la yudra al-khayru fi awli or fi akhiri. Whoever believe in Allah tabarak wa ta'ala, and have taqwa Allah tabarak wa ta'ala, is among the awliya of Allah tabarak wa ta'ala, among the friend of Allah tabarak wa ta'ala. So if you are a friend of Allah tabarak wa ta'ala, make sure you don't spoil your friendship with Allah tabarak wa ta'ala. Why spoil your friendship with Allah? To do the wrong things, to do something haram, because that take you away, you be far from Allah tabarak wa ta'ala. Even if you can go nowhere without Allah, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. If you know that Allah with you, wherever you are, you have muraqabah to Allah tabarak wa ta'ala. You know Allah seeing you, you have to be ashamed to do what is wrong. Because even your parents that you respect, sometimes you want to do something, you make sure my father is not around, my mother is not around. Even sometimes my young brother is not around, I feel shame to do something in front of him. Let feel shame to do any wrong thing in front of Allah tabarak wa ta'ala. And let ask Allah for forgiveness day and night. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahirina. Assalamu alaikum. Say jazakum Allah khair al jaza to our respected Sheikh Muhammad Mahi al-Sisi hafidhahullah ta'ala for his inspirational talk, and we wish the Sheikh a comfortable and restful stay in South Africa inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the Sheikh many more years inshallah and the delegation, and allow the Sheikh to return safely to Senegal inshallah. We thank the Sheikh on behalf of the Habiba Sufi Masjid, Inspector Mawla Qutbuddin, in the committee of the masjid, as well as the Musallis. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the Sheikh and his family, and those who have come with the Sheikh from the delegation, all the best in this dunya and in the akhirah, inshaAllah. Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the amal saliha, inshaAllah. Ameen, thumma ameen. Just a reminder, brothers, the following announcements, that the dua shifa is in Newcastle for Ghulam Ahmed Aziz, who is in hospital, as well as for Judge Mushtaq Parker, and Mr. Bawa Auger, also a regular Musalli of this masjid, will be undergoing a bypass on Monday, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them all shifa'i kamil, inshallah. And then also on behalf of Brother Hussein Syria, who will be departing for Hajj, inshallah, on Saturday, the 18th of June, that is tomorrow, leaving home at 3 o'clock in the afternoon for the 7:40 p.m. flight in the evening. The address here is number 74, Dwaring Road, Ryan's Estate. For more information, please contact the family, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all the welcome to Hajj, Hajj Madhul, and Sa'yam Mashkura, Nu'man al-Maqbulun, inshallah. Ameen. Just a reminder as well, the Habibiyya Sufi Sahib Bachabir Dargar in Riverside, Durban, Kenville, announces the Miladun Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam al-Kiyarwi Sharif Jalsa, and the Urush Sharif of Hazrat Khwaja Hafiz Muhammad Alisha Khairabadi, and Razmawlana Shah Ghulam Muhfaruk Sufi Siddiqi Habibi, the eldest son of our respected Hazrat Baimina Sufi, as well as for the Isali Sawab of our Pira Murshid, the Shah Muhammad Sa'id Sufi Siddiqi, Hafidhahullah Ta'ala, on behalf of the Usman Sayyid, Riaz Catstone and family, Salima Khan and Omar Humin. Inshallah, the program, the Urush Sharif, will take place on Sunday, the 19th of June, that is this Sunday, corresponding to the 19th of Dhul Qa'dah, inshallah, immediately after Maghrib Salah. Program will be held at the Darbar of the Hazrat Sufi Sahib in Riverside, Durban, Kenya, inshallah. For more information, please see the notice boards and please contact the Darbar directly. Jazakumullahu khairan. Our respected Sheikh Muhammad will deliver the khutbah and lead us in the salah, inshallah. Shukran. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المشركين ربي اغفر لنا بالحي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بسلاسل الإيجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، شهادة عبد منيب خاشع أواه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويراه، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة، فمن شذ به إلى النار. وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا ابن آدم، تتغافل في دنياك والأيام تنعاك، والقبر غايتك واللحد مثواك، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبديل والتدوير. فطوبى لعبد بصر بعيوبه فتدارك قبل الفوات، وتزود لمعاده وأرضى ربه قبل حلول الممات. فإن الله تبارك وتعالى يقول:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اختم لنا بالخير إلهي بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وارض اللهم عن صحابتي وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وذنا وباء طهر من جميع ذلك هذه البلدة خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لأن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا بالخير وأختم لنا بالخير واجعل واقب أمورنا بالخير يدك الخير كله والعافية والقبول إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نسألك هدى والتقى والعفاء والغنى اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاء والغنى اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاء والغنى اللهم بإجابة عنا حينا في أنفسنا وبأهلنا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا أعطنا ورفعنا ودافعنا أحفظنا وسدد أمورنا ورحبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك واسترنا بسترك الجميل وعامنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم التسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين